أنتم تخترعون المنفى وتبكون الأوطان. أنت كنت فين؟ طمنوا، أنا مش مستنسخ، أنا غبت فترة، كنت في المعمل، والاستنساخ اللي شفتوه ده مش حقيقي، أنا صورته برنامج عامله الدكتور الديب بيوضح شكل الاستنساخ المتوقع، حبيت أعمل لكم صدمة عشان تعرفوا إحنا مقبلين على إيه، وشفتوا أوطانك وسحرها وجمالها وعظمتها، وبعدين شفتوها وهي مدمرة ومخربة. أنتوا شايفين إن السبب في ده أعدائنا، وده صحيح، أعدائنا متآمرين وقتلة وظالمين وسفاحين وشياطين، بس حد فيكم سأل نفس السؤال، إحنا قدام أعدائنا إيه؟ إحنا ملايكة؟ ده إحنا أحياناً بنقدم لأعدائنا على طبق من ذهب أكتر مما تمنوه لسحقنا، بنخرب أوطاننا وبندمرها بأيدينا، وده ليه؟ لأننا اهتمينا بالبنى، بنى البنايات والعماير والقصور الفارهة، ونبني ناطحات سحاب بكل الأشكال والألوان، ونسينا نبني إنسان يحافظ على الأوطان. إحنا عرب، إحنا عرب، 5% من سكان العالم، بنشتري 60% من أسلحة أعدائنا، وياريت بنشتريها عشان ندافع بيها عن نفسنا، لأ، بنشتريها عشان نحارب بعض، والأخ يقتل أخوه، وهو بيقتله يقف قدام عدسات التلفزيون ويهتف يقول الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والشعارات اتبدلت علشان نرضي أعدائنا، الدفاع عن الوطن بقى اسمه إرهاب، احتلال بقى اسمه تحرير، والدمار بقى اسمه إعمار، إبداء الرأي في العدو بقى تحريض على الكراهية، والأعداء ما بقاش اسمهم أعداء. والله مش أعداء، بقوا أصدقاء، والوحدة العربية بقت فرقة وخيبة قوية، والوطن العربي ما اسموش وطن عربي، بقى اسمه الشرق الأوسط الكبير اللي مش هيبقى فيه ولا عربي، والاستسلام بقى اسمه سلام، والعزة والكرامة، العزة والكرامة دي ماتت من زمان، ماتت. لا لا لا، دي مش جيناتنا، لا، احنا جالنا ايه؟ احنا كنا الكرم والرحمة والطيبة والجدعنة والشهامة والشجاعة، كنا النباهة والذكاء والقيم والأخلاق، كنا العلم والمعرفة، جالنا ايه؟ يمكن فقدنا الثقة بنفسينا؟ طب ايه المشكلة؟ ليه نيأس؟ ليه نكتئب؟ احنا بدأنا، ايوه بدأنا، ونقدر نرجع، بس ما نكررش نفس الغلطة، نقدر نرجع بالإنسان والقوة والعقل، نقدر نرجع لما نعرف تاريخنا، لما نعرف قيمتنا، لما نعرف اننا مش محتاجين لجينات غيرنا، احنا نرجع لجينات الاولين، نرجع لجينات كل الرسل والانبياء الصالحين، نرجع لجينات كل قيمه وقدوه وعالم على مر السنين، ونعرف ونتاكد ان الامه سقطت لما عقولها شاخت وبهدت، لما قهرت شعوبها، لما عقولها تملكتها الشهوة، شهوة المال وشهوة الجنس وشهوة حب البقاء في السلطة حتى الممات، تسقط الأمة بسقوط العقل. لا تنسى الاشتراك لتتوصل بجديدنا دائما.